والنسخ معناه رفع حكم شرعي سابق، رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. والنسخ في القرآن أحيانا يكون بنسخ الحكم مع بقاء الآية للتلاوة، وأحيانا ترفع الآية من القرآن، لفظها يرفع لكن يبقى الحكم. يعني الآية ما بقى موجودة في القرآن، رفعت لكن حكمها موجود. وأحيانا يرفع الحكم ويبقى لفظ الآية. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعد ما نقرأها إلى اليوم في القرآن، لكن الخمر تحريمها ثابت في القرآن بآية أخرى. أكثر من 200 آية في كتاب الله تعالى نسخت، أكثر من 200 آية كانت في الماضي، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الآيات تتلى قرآنا، ثم بعد ذلك ما عادت تتلى في القرآن الكريم. بعضها نسخت لفظا وحكما، ما عاد يقرأ اللفظ ولا يعمل بالحكم، وبعضها نسخت لفظا وبقي الحكم، وبعضها بقي اللفظ ونسخ الحكم، وفي ذلك تفصيل. حتى في الحديث أيضا يوجد نسخ.